أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء في علم الأحياء للصف الثالث الثانوي. طبعا في بداية الحلقة بعتذر عن وجود أستاذنا الأستاذ حسن محرم لظروف خارجة عن إرادته، لكن إن شاء الله مش هيحرمنا من وجوده في الحلقات القادمة. هنستكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة. الحلقة السابقة اتكلمنا عن الأحماض النووية الريبوزية وتخليق البروتين. على السريع كده نحاول ان احنا نجمع اللي احنا قلناه عشان نحاول نربطه او نربط بينه وبين اللي هنتكلم عنه النهارده. الاحماض النوويه الريبوزيه مقصود بيها الاحماض النوويه اللي بيكون تركيب النيوكليوتيد فيها ريبوزيه، يعني سكر ريبوز. يعني ممكن اقول انا عندي عدد انواع من النيوكليوتيدات، في نيوكليوتيد الدي ان ايه ده سكر ديوكسي ريبوز، وفي اخرى الار ان ايه ده سكر ريبوز. الفارق بين الاثنين ان ديوكسي ريبوز يعني الدي ان ايه او نوع السكر في نيوكليوتيد الدي ان ايه ده سكر منقوص الاكسجين، في ذره او ناقصه. بعض الطلبه بتتخيل انها ذره الاكسجين اللي موجوده في تركيب الاروماتي او التركيب اللي احنا بنقول عليه خماسي ذرات الكربون، لا مش دي اللي نقصدها. ذره الكربون عاده هتكون او ذره الاكسجين الناقصه دي هتكون مع ذره الكربون 2 و3 تقريبا، حاجه منهم من دول هتكون ناقصه منها ذره اكسجين، وانا مش مطالبه بالجزئيه دي. اتكلمنا عن البروتينات في جسمك وانواعها. قلنا في بروتينات تركيبيه وتنظيميه. تركيبيه اكتين ميوسين تركيب عضلات، كولاجين انسجه ضامه، كرياتين انسجه غذائيه. وقلنا في بروتينات تنظيميه اصلها مسؤوله عن تنظيم بعض العمليات الحيويه الهامه في جسم الكائن الحي، زي الانزيمات بتنظم تفاعلات حيويه بتتم في جسمك، عمليات الهضم وبخلافها طبعا. ما احنا خدنا انزيم ديوكسي ريبوز مثلا وخدنا انزيمات كتير. طيب عندي برضو الهرمونات اللي كان اغلبها بروتينات والقليل منها استرويدات، ما برضو كانت بتنظم استجابه الكائن الحي للمؤثرات ايا كان هذا المؤثر خارجي او مؤثر داخلي. خدنا الاجسام المضاده اللي كانت مسؤوله عن المناعه، جلوبيولينات مناعيه وبالذات خط الدفاع الثالث وهي المناعة اللي بالأجسام المضادة المناعة الخلطية. وقلنا أن وحدة بناء البروتين وهي الحمض الأميني كلنا حافظينه، عندي 20 نوع من أنواع الأحماض الأمينية، 19 فيهم مجموعة الآر أو الألقيل وده الكان منزوع منه ذرة هيدروجين، وفي حمض أميني واحد فقط اللي هو الجلايسين اللي بيستبدل فيه الآر بالإتش أو بالهيدروجين. وقلنا ان انا عندي خطه واحده لبناء اي نوع من انواع البروتينات، وهي هيتم تفاعل هنسميه بقى ان شاء الله في حلقتنا النهارده تفاعل نقل البيبتيدايل، هنزع جزيء ميه بيسموه برضو تفاعل نازع للميه، هيحصل عندي في وحده الريبوسوم الكبرى في موقع البيبتيدايل علشان لازم انزع ذره هيدروجين من مجموعه الامين ومجموعه هيدروكسيل من مجموعه الكربوكسيل لتنشا الرابطه البيبتيديه بين الحمضين الامينيين، وكده نكون كوننا ثنائي البيبتيد، والثنائي يبقى ثلاثي يبقى عديد وهكذا. طب ليه البروتينات بتختلف عن بعضها البعض؟ لاختلافها في اعداد انواع وترتيب الاحماض الامينيه، عدد البوليمرات المكونه للبروتين، وطبعا الرابطه الهيدروجينيه التي تعطي لهذا البروتين شكله الخاص. قارنا بين الدي ان ايه والار ان ايه، ومش عايزه اطول عليك كلنا حافظينها. الار ان ايه منه خدنا ثلاث انواع، في ام ار ان ايه الرسول، في الار ار ان ايه الريبوسومي، وفي التي ار ان ايه الناقل. وتناولنا الحلقه السابقه الام ار ان ايه فقط ولم يسعفنا الوقت ان احنا نستكمل. الام ار ان ايه لازم نفتكر ان الجزء ده مهم جدا، بينسخ من احد شريطي الدي ان ايه. هعرفه ازاي؟ بيستدل عليه بوجود المحفز، وطبعا لازم الطرف يكون بادئ بثلاثة، ثلاثة شرطة خمسة شرطة اتجاه الشريط اللي انا هستخدمه كقالب. ليه؟ لان انزيم البلمرة بيعمل في اتجاه خمسة شرطة ثلاثة شرطة، يبقى الام ار ان ايه هيبدأ بخمسة شرط، يبقى هندور على طرف ثلاثة. في ناس تقول يمين ولا يسار، الموضوع مش يمين ويسار، انا بتكلم عن احماض تسبح في السيتوبلازم، قد يكون قائم قد يكون افقي ايا كان وضعه، المهم هنروح عند طرف ثلاثة ونبحث عنه عشان نبدا ننسخ. هبحث عن مين؟ عن المحفز. بستدل على وجود الشريط او بستدل على الجين عن طريق المحفز، والمحفز تتابع من النيوكليوتيدات. التتابع ده مسؤول عن انه يوجه انزيم بلمره الام ار ان ايه
للشريط وللقطعة التي سوف يتم منها نسخ الـ mRNA. وقلنا نظريا قد يجوز النسخ من كلا الشريطين، ولكن عمليا النسخ بيتم من شريط واحد فقط، وعرفنا مين هو. أول تتابع يلي المحفز هو تتابع اسمه TAC. ليه؟ لأن لما جينا نسخنا لقيت أن أول تتابع أو أول كودون هيقابلني على الـ mRNA هو كودون الـ AUG. يبقى أنت لو ترجمته ورجعته تاني DNA هتلاقي عندك الـ TAC. ونبدأ تتابعات بقى القواعد اللي هبدأ أنا أحولها إلى الشفرة أو الكودوناس ليتم بناء الـ mRNA. ورسمنا الحلقة السابقة لازم يبدأ بكودون بدء ولازم ينتهي بكودون وقف، وكودون الوقف واحد من التلاتة، يا إما هيكون الـ UAA يا إما هيكون الـ UAG يا إما هيكون الـ UGA. وفي النهاية بيلتصق الزيل عديد الأدينين علشان يحميه من التحلل بفعل إنزيمات السيتوبلازم. نسخ الـ mRNA اختلف في الأوليات عن الحقيقيات. الأوليات يكفيني إنزيم بلمرة واحد لنسخ جميع أنواع الـ RNA. الحقيقيات لكل نوع من أنواع إنزيمات البلمرة أو بلمرة الـ RNA إنزيم بلمرة خاص به، يعني عندي ثلاث أنواع لبلمرة الـ mRNA. في عملية نسخ في الأوليات يبدأ ترجمته للبروتين المقابل، هترجمه إلى بروتين، بينما طرف الآخر مازال في مرحلة البناء. ليه؟ ما احنا كده كده احنا في السيتوبلازم. بينما في الحقيقيات لا يبدأ ترجمة الـ mRNA إلا بعد تمام نسخه وخروجه من خلال ثقوب الغشاء النووي ليتم ترجمته إلى البروتين المقابل. ضع في ذهنك إن أي نوع من أنواع البروتينات لازم تخلق عندي أو لازم تبنى في السيتوبلازم. ليه؟ لأن الأحماض الأمينية اللي هيتكون منها هذا البروتين بتسبح في السيتوبلازم، فلازم يتم تكوينه في السيتوبلازم حتى لو كان هذا البروتين أنا بحتاجه في داخل النواة. قد يكون هذا البروتين هيستونات برضه تبنى في الخارج. قد يكون هذا البروتين هستخدمه كسلاسل بيبتيدية لبناء الريبوسوم، هنجيلي النهاردة برضه هيخلق في السيتوبلازم. طبعا المفروض هنبدأ نكمل الـ RRNA عشان نخلق البروتين. النوع الآخر من أنواع الـ RNA هو الـ RNA الريبوسومي. الـ RNA الريبوسومي، ما المقصود بالـ RNA الريبوسومي؟ نوع من أنواع الـ RNA بيدخل في بناء الريبوسوم، بيدخل في بناء الريبوسوم، وبينسخ برضو من جينات خاصة على الـ DNA. أنا أنسخ الـ mRNA والـ RRNA والـ tRNA، كله بيتم نسخه من جينات له على الـ DNA اللي في النواة، ثم يقوم بعمله أو هنشوف وظيفته إيه بعد كده. طيب خلي بالك من جزئية مهمة جدا، الـ RNA الريبوسومي ده بالذات له تركيب كيميائي وله تركيب وظيفي، ميز بين العبارتين دول كويس قوي. الـ RNA الريبوسومي تركيبه الكيميائي اللي بيتكون في داخل النواة وبالأخص داخل النوية داخل النواة بيتركب من أربع أنواع من الـ RRNA مع 70 نوع من عديد البيبتايد. إيه العبارة دي؟ يعني إيه أربع أنواع من الـ RRNA؟ يعني أوعى تتخيل إن أنت بيدخلك أو داخل معايا نوع واحد RNA ده أربع أنواع، والأنواع دي قد يكون منها أعداد كبيرة جدا. أنا عندي أعداد كبيرة جدا بتكون الريبوسوم، لكن لو شفت أنواعهم هم أربع أنواع أعدادهم كبيرة، أربع أنواع من الـ RRNA معاهم 70 نوع من سلاسل بيبتيدية، يعني داخل في بناء بروتين. تذكر العبارة دي هرجع لها بعد شوية. يبقى ده عبارة عن إيه؟ تركيبه. تركيبه إيه؟ تركيبه الكيميائي. طيب عرفت تركيبه إيه؟ أين يتكون ولماذا يتكون؟ أعرف تركيبه كيميائي ووظيفه. طب بيتكون فين؟ طب بيتكون ليه؟ أي وظيفته إيه؟ تركيبه الكيميائي أربع أنواع RRNA مع 70 نوع من عديد البيبتايد. بيتكون فين؟ في النوية داخل النواة. أصلك لو قلت، لو جاني سؤال وده حصل وقلت النواة، الإجابة خطأ، أنت غير دقيق في معلومتك، في النوية اللي داخل النواة. طب ليه؟ لأنه مسؤول عن بناء الريبوسوم. الـ RRNA اللي أنا هبنيه من جينات خاصة في الـ DNA وظيفته تكوين الريبوسوم، والريبوسوم اللي اتكون عندك في النوية وظيفته
انه بيترجم، مسؤول عن الترجمه، مسؤول عن تخليق البروتين. يبقى عرفت تركيبه الكيميائي الريبوسوم طبعا، وعرفت اتكون فين في النويه، وعرفت ان هو عضيه والعضيه دي بروتين او داخل في تكوينها 70 سلاسل ببتيديه، وتكون علشان هو المسؤول عن الترجمه. طيب اكيد تركيبه هيناسب عمله. ايه ممكن يكون التركيب بتاعه؟ تركيب الريبوسوم الوظيفي بقى. تركيبه الوظيفي طبعا بيتكون من تحت وحدتين، بيبنى في النوية زي ما اتفقنا، وعندي نسخ كتيرة جدا من بناء الار ار ان ايه. لو تفتكر معايا الحلقة اللي تسبق السابقة كنا بنتكلم عن الدي ان ايه المكرر، وقلت المفروض او الطبيعي ان اي جين يوجد منه نسخة واحدة فقط، لكن في بعض الجينات فيها اكتر من نسخ، زي جينات بناء الار ار ان ايه والهيستون. خليني في الار ار ان ايه، ليه عندي منه نسخ كتير؟ اكيد السبب ان الخليه بتحتاجه بكميات كبيره، كل ما كان هذا الجين محتاجه بكميات كبيره كل ما كان عندي منه نسخ او مكرر. ده انا هحدد لك بقى، ده في 600 نسخه، يعني ممكن خلال ساعات يتكون الاف من الريبوسومات. علل. خلال ساعه تتكون الاف الريبوسومات لان يوجد 600 نسخه من جينات بناء الار ار ان اي المستخدم في بناء، طبعا المستخدم في بناء الريبوسوم. طيب نشوف معانا أسامة من المنيا وبعدين نكمل التركيب الوظيفي للريبوسوم. أسامة. ايوه استاذ عمر، ازيك أسامة، اخبارك؟ الله يخليك استاذ عمر، طمنا الاحياء، عامل معاك ايه بس؟ تمام الحمد لله. خلصت وبدأت تراجع ولا انت لسه معانا في المنهج؟ لا معاكم، ماشي معاكم. طب خير، عندك اي سؤال ولا استفسار؟ في سؤالين كده. اتفضل. اول واحد بيقول ما وجه الاختلاف بين تاثير هرموني النمو؟ ما وجه الاختلاف بين تاثير هرموني النمو والكورتيزون؟ هرموني النمو والكورتيزون في ايض المواد الغذائيه. تمام، في ايض المواد الغذائيه. المواد الغذائيه، تمام. ثاني سؤال بقى بيقول ما اسم الانزيم المستخدم في كل منه؟ ما اسم الانزيم المستخدم في كل من؟ مضاعفة قطع الدي ان ايه الاف المرات. مضاعفة قطع الدي ان ايه الاف المرات. ويعمل عند درجة حرارة مرتفعة. ويعمل عند حرارة مرتفعة، تمام. ثاني واحد بقى بروتينات تتفاعل مع السموم. بروتينات تتفاعل مع السموم التي تفرزها الكائنات الممرضة. التي تفرزها الكائنات الممرضة في النبات وتبطل سميتها. في النبات وتبطل سميتها، تمام. بس كده يا استاذ، تمام. عايز بقى تفضل معايا زي ما تحب، عايز تسمعني من خلال التلفزيون زي ما تحب. خلاص ماشي. السؤال الاولاني ليك يا اسامه بيقول ما وجه الاختلاف بين تاثير هرمون النمو وهرمون الكورتيزون في ايض المواد الغذائيه؟ هرمون النمو يعمل على ايض المواد الغذائيه وخاصه البروتينات، يبقى انا هنا حددت البروتين بالذات اصله مسؤول عن النمو. الكورتيزون برضو ايض، بس ايض المواد الكربوهيدراتيه وليست البروتينات، يبقى اختلف تاثيري، رايح اعمل ايض لمين؟ هعمل ايض لبروتين ولا هعمل ايض للمواد الكربوهيدراتيه او السكريات او النشويات؟ يبقى ده النمو والكورتيزون. ما اسم الانزيم المستخدم في كل من مضاعفة قطع الدي ان ايه الاف المرات وبيعمل عند درجة حرارة مرتفعة؟ ده انزيم اسمه تاك بوليماريز، تاك بالكاف يا اسامة، لان في سنة من السنين طلبة جاوبتها بالجيم غلط. الترجمة الحرفية تاك بوليماريز، ده بنستخدمه في جهاز اسمه البي سي ار، طبعا ده لسه في الدرس الاخير ما تناولناهوش، بس ده انزيم التاك بوليماريز ويستخدم في جهاز البي سي ار، يقدر خلال ساعات يكون لي قطع من الدي ان اي. بروتينات تتفاعل مع السموم اللي بتفرزها الكائنات الممرضه في النبات وتبطل سميتها، دي اسمها انزيمات نزع السميه، ودي كانت موجوده في النباتات. طبعا انا كنت مستنيه لغايه ما تقول لي في النبات، لانك لو كنت قلت في الانسان كنت هقول ابطال مفعول السم، لكن انا هنا هقول انزيم نزع السميه يا اسامه. كده نكون جاوبنا على اسئله اسامه، وهنسمع امل من القاهره. اتفضلي يا امل. امل، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا امل؟ الله يخليكي وتشكي. طمنيني، اخبار احياء ايه معاكي يا امل؟ لا انا مامي طالبه. اهلا وسهلا. بالي اسئله. اهلا وسهلا مامي امل. مامي كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك بخير. عيد الام بكره، كل سنه وحضرتك طيبه. يا رب كده السنه الجايه تفرحي بيها ان شاء الله. كل سنه وحضرتك بخير. مع حضرتك اسئله الامل؟ فسر الاعتقاد. فسر الاعتقاد. الاعتقاد بأن عضيات خلايا. بأن عضيات خلايا. خلايا حقيقيات النواة. حقيقيات النواة ربما نشأت أولا. النواة ربما نشأت أولا. تفضل. ربما نشأت أولا. أيوة. كأوليات نواة. كأوليات نواة متطفلة. نواة متطفلة داخل هذه الخلايا. متطفلة داخل هذه الخلايا. تمام، هذه الخلايا. في سؤال تاني؟ اتفضلي. كل ما يلي من خصائص الدي ان ايه المعزول. كل ما يلي من خصائص دي ان ايه المعزول. دي ان ايه المعزول. عن حقيقيات النواة. عن حقيقيات النواة. النواة عدا. عدا. نفتح قوس. التنظيم على شكل صبغي. التنظيم على شكل صبغي. الارتباط مع الريبوسيتات. الارتباط مع الهستونات. تمام. الانتظام على شكل نيوكليوسومات. على شكل نيوكليوسومات. ده الاختيار الثالث. السؤال الثالث. الاختيار الثالث امكانيه. امكانيه حدوث طفره. امكانيه حدوث طفره. في سؤال ثالث ممكن؟ في كده اختيارين. ماشي تمام. في تحديد خصائص الانسان. تحديد حضرتك خصائص الانسان وصفاته. تحديد خصائص الانسان وصفاته من خلال الجينوم البشري. الجينوم البشري. البشري عند تحليل شعره. عند تحليل شعره من رأس. من رأسه. شعره من رأسه. تمام. يكون أكثر دقة. يكون أكثر دقة من تحليل أحد حيواناته المنوية. تمام. من تحليل أحد حيواناته المنوية. المنوية. متشكرة ويا رب. طيب بعد إذنك بس قبل ما تقفلي السماعة، السؤال الثاني أنا عايزة بس أتأكد من الاختيارات. التنظيم على شكل صبغي. الارتباط مع الهستونات والانتظام على شكل نيوكليوسوم. امكانية حدوث طفرة. في اختيار ناقص. التنظيم على شكل صبغي. الارتباط مع الهستونات. تمام. الانتظام على شكل نيوكليوسومات. يعني الانتظام على شكل نيوكليوسوم ده اختيار. تمام تمام خلاص انا مع حضرتك. خلاص تمام يا فندم. ماشي. الله يخليك. عايزة بقى تسمعيني من خلال التلفزيون براحة حضرتك خالص. احنا مع سؤال امل. فسر الاعتقاد بأن عضيات خلايا حقيقيات النواة ربما نشأت كأوليات نواة متطفلة داخل هذه الخلايا. طبعا هم قالوا كده ليه؟ نتيجة ان هذه العضيات بتحتوي على دي ان ايه بسيط شبه الدي ان ايه اللي في أوليات النواة. لو نفتكر ان في عضيتين اللي هم الميتوكوندريا والبلاستيدا بتحتوي على دي ان ايه بسيط شبه الدي ان ايه اللي في أوليات النواة، يعني لا يتعقد بوجود بروتين معه. وبالتالي لما وجدنا ان في او وجد العلماء ان في دي ان ايه شبيه بده موجود في العضيات دي، فساد الاعتقاد ان دي ما كانتش عضيات، دي كانت كائنات متطفله دخلت الخليه وعجبها الوضع واستوطنت فيه. يبقى الاجابه ايه؟ نتيجه وجود دي ان ايه بسيط يشبه الدي ان ايه الذي يوجد في اوليات النواه. سؤالها الثاني كان بيقول كل مما يلي من خصائص الدي ان ايه المعزول من حقيقيات النواه ما عدا الانتظام على شكل صبغي. كلمة انتظام على شكل صبغي يعني انا بتكلم عن دي ان ايه مكثف بوجود بروتين معه، كلمة صبغي بتقول كده، يبقى ده تبع الحقيقيات. الارتباط مع الهستونات، طبعا طالما حقيقيات نواة يبقى انا معايا هستون لان اوليات النواة ما بيكونش معاها بروتينات. الانتظام على شكل نيوكليوسومات برضو الاختيار ده معايا تبع الحقيقيات. امكانية حدوث طفرات هو اكثرهم صحة، ما اقدرش اختار ده، ما اقدرش اختار الهستون، ما اقدرش اختار النيوكليوسوم، كل دول يتبعوا الحقيقيات. يبقى اكثرهم صحة في اختياراتي هو امكانية حدوث الطفرة. سؤالنا الاخير تحديد خصائص الانسان وصفاته من خلال الجينوم البشري.
عند تحليل شفره من شعره من راسه بيكون اكثر دقه من تحليل احد حيوانات المنويه، اكيد لان شعره الراس بيكون فيه عدد ثنائي من المجموعات الصبغيه، يعني دي 2 نون، ال 46 صبغه عندي، بينما الحيوان المنوي بيكون فيه نون واحده بس او نص عدد الصبغيات، نص المجموعه الصبغيه، فيبقى اكثر دقه مين؟ لما يكون عندي العدد الصبغي الكامل هو 2 نون، لان قد يكون جين مثلا سائد ولما يتقابل معاه المتناحي ما يظهرش او المتناحي ما يظهرش والزائد يظهر، مش هتكون بنفس الدقه لو انا عندي شعره، لان الشعره اجابتك بقى هنقول لان الشعره خليه جسديه تحتوي على المجموعه الصبغيه كامله اي 46 صبغ او 2 نون، بينما الحيوان المنوي بيحتوي على نص المجموعه الصبغيه نون فقط او 23 صبغي، فبيكونش طبعا الشكل دقيق او الخصائص دقيق. سعدنا جدا بوالده امل، وشيء جميل ان اولياء الامور بيذاكروا مع الطلبه، دي حاجه كويسه جدا. ربنا يعينكم يا رب ونشوف كده كل طلابنا يوصلوا لاعلى مراكز ان شاء الله. نرجع لكلامنا، كنا بنتكلم عن الريبوسوم الوظيفي او التركيب الوظيفي للريبوسوم. الريبوسوم اتفقنا خلاص بيتكون منه نسخ كتير او عندي 600 نسخه من جينات بناء الار ار ان اي، عشان كده بكون منه كميات كبيره جدا خلال الساعه. بيتكون من ايه بقى التركيب بتاعه؟ من تحت وحدتين، احدهما كبيره هنسميها تحت وحده الريبوسوم الكبيره، والاخرى صغيره هنسميها تحت وحده الريبوسوم الصغرى، يبقى واحده كبيره واحده صغيره. الصغيره المسؤوله عن الترجمه، خلي بالك الوحده الصغيره دي او الصغيره هي دي اللي بيكون فيها الار ار ان اي بقى، عشان كده هي المسؤوله عن الترجمه. لكن الكبرى او تحت الوحده الكبرى بيكون فيها موقعين، موقع بيطلق عليه البيبتيدايل وموقع هيطلق عليه الامينو ايسايل. اثناء ما بيكون الريبوسوم قائم بعمله اي بيترجم، بيكون الوحدتين متصلين ببعض الكبرى والصغرى، وقد يكونوا نفس الاثنين اللي تم بنائهم مع بعض داخل النواه. لما تتوقف الترجمه هتنفصل الوحده الصغرى عن الوحده الكبرى ويصبحوا في السيتوبلازم، لكن لما نرجع نعيد الترجمه مره اخرى او في ام ار ان اي هيبدا يترجم، هترتبط اي وحده كبرى مع اي وحده صغرى علشان تبدا عمليه التخليط. ممكن عشان نتخيل شكله هنرسم رسمه صغيره كده توضح لي الشكل بتاع الريبوسوم بتحت وحدتيه، هو عباره عن تحت وحدتين، تحت وحده صغرى وتحت وحده كبرى، دي تحت الوحده الصغرى وهعمل تحت الوحده الكبرى اللي بتكون مرتبطه بيها او بتتصل بيها بالشكل ده، وهبدا اقسمها الى منطقتين حجرتين بالشكل ده علشان اقول ان انا عندي موقعين في تحت الوحدة دي، موقع الامينو ايسايل وموقع البيبتيدايل، يبقى ده اسمه تحت الوحدة الكبرى، طبعا لانها عضيات صغيرة جدا فبتسمى تحت الوحدة الكبرى او تحت الوحدة الصغرى. لو اتفقنا مثلا ان انا بدات اترجم هتبص لاقي الام ار ان اي هيكون موجود في المكان ده ليتم ترجمته الى البروتين المقابل. طبعا عندي موقعين، ده هنقول عليه موقع البيبتيدايل وده هنسميه موقع الامينو ايسايل، يبقى موقعين، موقع البيبتيدايل وموقع الامينو ايسايل، وده التركيب بتاع الريبوسوم. واتفقنا ان اي بروتين مهما كان نوعه هيتكون في السيتوبلازم، هيتم بناء البروتين في السيتوبلازم، ثم لو افترضت ان هو هيدخل في تكوين هذا الريبوسوم يرجع يتم بناءه تاني. من هنا في سؤال يقول لي ايه؟ الريبوسوم والبروتين كلاهما يخلق الاخر. تاني كده، الريبوسوم والبروتين كلاهما يخلق الاخر، او يستطيع الريبوسوم بناء نفسه، نفس المعنى. عايز يقول لي ايه؟ الريبوسوم والبروتين بيخلقوا بعض؟ اه طبعا، الريبوسوم بيخرج الى السيتوبلازم اللي يتم ترجمه الام ار ان اي، يعني بيخلق البروتين، وفي نفس الوقت قد يكون هيخلق البروتين اللي هيدخل في تكوينه اللي هم السبعين نوع السلاسل البيبتيديه داخلين في تكوينه، يبقى قد يكون برضه هيخلق البروتين بتاعه. يبقى الريبوسوم مسؤول عن تخليق نفسه طبعا، ما هو عباره عن بروتين وهو بيكون البروتين اللي هو هيكونه، يبقى كلاهما يخلق الايه؟ يخلق الاخر. وده كده نكون وصلنا
يعني ايه ريبوسوم، او خلصنا الريبوسوم والار ار ان ايه. تاني او تالت نوع بقى لو خدناهم بترتيبهم من الاحماض النوويه الريبوزيه هو التي ار ان ايه، اي التي ار ان ايه الناقل. طيب تعال بقى نشوف ايه قصته ده، انا مش مطالبه برسمه، احنا هنشوفه كصور فقط، لكن انا عايزه اعرف هو عباره عن ايه، بينسخ منين، فرق بين كلمه تضاعف وبين كلمه نسخ، وقلنا الكلام ده كذا مره. تضاعف اي هيتم نسخ كلا الشريطي الدي ان ايه، لا تتوقف عمليه التضاعف الا بعد تمام النسخ للشريطين، بينما النسخ انا انسخ شريط بل قطعه من هذا الشريط. ينسخ التي ار ان ايه من جينات خاصه توجد برضو في الدي ان ايه، نفس الكلام كلهم خلقوا او تم تنسخهم من جينات خاصه على الدي ان ايه، يبقى بينسخ من جينات خاصه على الدي ان ايه. وظيفتك ايه؟ ما انا عرفت اتنسخت منين، وظيفتك ايه؟ وظيفته مسؤول عن انه ينقل الاحماض الامينيه، ده ناقل، اصل لكل حمض اميني تي ار ان ايه المسؤول عن نقله، وطبعا هرجع للجزئيه دي حالا. الاحماض الامينيه قد يكون لها اكتر من شفره، وبالتالي هيكون لها اكتر من تي ار ان ايه، عشان كده اكيد هتلاقي التي ار ان ايه اكتر من 20، ولما نبدا نمشي في الموضوع شويه هتعرف ان هم هيوصلوا ل 61 تي ار ان ايه ب 61 شفره مختلفه او كودون مختلف. تمام، يبقى انا فهمت التي ار ان ايه ده عباره عن ايه، وهو بينسخ من جينات خاصه على الدي ان ايه موجوده في تجمعات من 7 إلى 8 جينات، ثم يخرج من خلال ثقوب الغشاء النووي علشان يشارك في عمليه الترجمه. خلي بالك من جزئيه مهمه، عايز اقول ان الحمض الاميني الواحد، الحمض الاميني الواحد قد يحمله اكتر من تي ار ان ايه، بينما التي ار ان ايه الواحد لا يحمل سوى حمض اميني واحد. ايه الفزوره دي؟ ممكن حمض اميني واحد، ودي ممكن يجيني في صوره مثلا صحح العباره، الحمض الاميني الواحد قد ينقله اكتر من تي ار ان ايه. ازاي؟ اصل ممكن الحمض الاميني ده يكون له اكتر من شفره، فلما يكون له اكتر من شفره اكيد هيكون له اكتر من تي ار ان ايه بيحمله، لان التي ار ان ايه شكله هيختلف على حسب الحمض اللي بيحمله ومضاد الكودون الخاص بهذا الحمض، وبالتالي يبقى التي ار ان ايه الواحد مش هيحمل غير ايه، حمض اميني واحد. فرضا عندي حمض اسمه جي 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 وحمض اخر الكودون بتاعه اسمه سي سي سي، هل تتوقع ان لو هذا الحمض كودونه اسمه جي 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 هيشيله تي ار ان ايه هو نفسه اللي هيحمله اللي كودونه سي سي سي؟ اكيد لا. ليه؟ يبقى بيختلف على حسب مضاد الايه الكودون، دي معنى كلمه ان قد يحمل الحمض الاميني الواحد اكثر من تي ار ان ايه لو له اكثر من اسم، لو له اكثر من شفره او كودون، بينما التي ار ان ايه الواحد مربوط او هيحمل لي حمض اميني واحد بشفره خاصه. يعني لو الحمض الاميني ده له 3 شفرات مثلا، 3 كودونات، يبقى في 3 تي ار ان ايه هيشيلوه، 3 تي ار ان ايه هيحمله، يختلف تركيب او نوع التي ار ان ايه باختلاف الكودون اللي هيتزاوج معه، لان هيحصل تزاوج بين الاثنين. ازاي؟ مؤقت طبعا. لو انا افترضت ان التي ار ان ايه ده خيط، ما هو خيط اتنسخ من الدي ان ايه زي الام ار ان ايه، طيب هل هذا الشريط او هذا الخيط الشريط وهو بوضعه هذا وعند احد اطرافه بيحمل لي الحمض الاميني، هل هيقدر يجي على الام ار ان ايه ويحط لي الحمض الاميني في المكان المخصص ليه؟ صعب قوي. هيقف ازاي؟ طب راسي، طب افقي، طب الوضع ايه؟ صعب. هتلاقي نفسك ايه؟ هلاقي نفسي بقوم واخد الشريط ده وام تانيه كده، هعمل له حاجه زي قاعده والطرف الاخر يحمل الحمض الاميني. هو ده اللي انا عايز اوصل له، ان التي ار ان ايه بالذات له شكل خاص بيتزاوج، مع انه شريط مفرد هيحصل تزاوج في بعض اماكن منه، وده بيؤكد ان الشريط المفرد من الاحماض النوويه سواء كان دي ان ايه او ار ان ايه له القدره على التزاوج، له القدره على التزاوج حتى الار ان ايه رغم ان هو شريط مفرد. طب هيعمل ايه؟ هيتزاوج في اماكن خاصة له علشان يكون لي شكل خاص، هيكون لي شكل خاص يلائم وظيفته، ولما يكون الشكل بيلائم وظيفته هلاقي اتكون عندي موقعين في منتهى الأهمية.
موقع عند الطرف 3 ويقرأ CCA، موقع ارتباطه بالحمض الأميني، وموقع آخر عند المنتصف تقريبا علشان يكون لي مضاد أو مقابل الكودون. تعال بص معايا كده على صورته، أنا مش مطالب برسمه بس أخد الكلام ده على الصورة، قد يجيني صورة ويقول لي حط بيانات أو ده اسمه إيه وده اسمه إيه وظيفته إيه. بص كده التي آر إن إيه بتتزاوج قواعده في بعض الأماكن، حصل هنا تزاوج، حصل هنا تزاوج، وهنا وهنا، وبعدين ليه كل ده؟ عشان ياخد شكله الخاص. طبعا دي رسمة لكن دي تقدر تقول أقرب إلى الحقيقة. عاوز ياخد الشكل الخاص بتاعه، عاوز يكون في عنده طرف 3 بيقرأ سي سي اي. طب في بعض الطلبة يقولوا ايه، طب احنا ليه بنقرأه سي سي اي، هو ما ينفعش اقرأه اي سي سي؟ لا ما ينفعش. عارف ليه؟ لان لما تيجي تقرأ اي حاجة اي شريط لازم يقرأ من الطرف 5، خلي بالك من ده. فلو جيت تشوف طرف 5 فين، هنا اهو، يبقى انت لما تيجي تقرأ لازم تقرأ سي سي اي. ما هو مهم قوي ان انا ابقى فاهم كل حاجة. طيب هنا بيرتبط بحمض، بالحمض الاميني. في طلبه بتقول لي ايه، طب هو هنا بيتصل بالحمض الاميني ازاي اذا كان التتابع ده ثابت؟ انا ما قلتش انه هيتصل بتي ار ان اي او بام ار ان اي او ار ار ان اي، يعني عايز اقول مفيش تزوجات هتحصل هنا بين قواعد. ما يهمنيش القاعده دي او ما يهمنيش التتابع ده اسمه ايه، لان مش هيحصل تزاوج مع حاجه قدامه. انا ده هيحمل حمض اميني، مفيش تزاوج مؤقت بيحصل بينهم حتى، لكن هو بيتصل بيه. والاقي في طرف تحت التانية بقى الكونيت اللي تحت دي هسميها مضاد او مقابل الكودون. خلي بالك ايه الفارق بين جين وبين شفرة وبين كودون وبين مقابل الكودون. جين انا اوريدي على الدي ان ايه، وخلي بالك طالما جين يبقى بتكلم عن الشريطين، رغم ان انا عارف ان جين موجود على احدهم بس الاخر بيعمل على ثباته. طب شفرة لما انسخه من الدي ان ايه ويبقى اسمه ار ان ايه دي اسميها شفره. طب كودون، الشفره عباره عن كودونات، شايف التخصص؟ يبقى كلمه شفره كلمه عامه، اقول لك شفره بناء الانسولين مكونه من كودونات وهي كذا كذا كذا. شفره بناء هي الكبيره مكونه من كودونات، ومجازا ساعات نقول شفره حمض اميني مش خطا، بس انا بقول ان الشفره هي الاعم مكونه من كودونات. طب ايه مضاد او مقابل الكودون؟ ده بقى لما اتكلم عن التي ار ان ايه، يبقى كلمه شفره او كودون انا على الام ار ان ايه من غير ما يقول لي، واضحه. لكن لما يقول لك مضاد او مقابل انا فهمت ان انا على التي ار ان ايه. وطبعا كده كده الار ان ايه ملوش اسماء معينه، ان انا عارف ان هو اصلا داخل فين، داخل في بناء الريبوسوم خلاص. يبقى في موقعين مهمين قوي تكونوا معايا، موقع الارتباط بالحمض الاميني عند الطرف 3 تتابع اسمه السي سي اي، موقع مضاد او مقابل الكودون. ايه وظيفة الموقع ده؟ موقع مضاد الكودون تتزاوج قواعده مع كودونات الام ار ان اي مما يتيح الفرصة للحمض الاميني بالدخول الى موقعه في سلسلة عديد البيبتايد. مهم اول عبارة دي، هيحصل بينهم تزاوج وده بيجعل التي ار ان اي يقف فترة من الوقت، يتزاوج وقف فترة من الوقت مع المركب ده عشان الحمض الاميني اللي بيحمله عند الطرف 3 يدخل في مكانه في السلسله البيبتي دي اللي انا بكونها. طب واخد شكله ازاي؟ علل ليه التي ار ان اي محتفظ بشكله الخاص؟ لما يقول لي ليه؟ عشان يتكون معاك الموقعين. علل عشان يتكون الموقعين، لكن فسر عشان بتحصل تزوجات لاطراف او لاماكن معينه في اجزاء محدده. لازم تبقى انت فاهم انت بتقول ايه، ليه مديني الشكل ده؟ عشان يتكون عندي موقعين كذا وكذا. طب ازاي يعني كيف بيحصل تزاوج بين قواعده في اماكن محدده عشان يكون لي الشكل الفراغي بتاع التي ار ان اي، علما انه شريط واحد لكن مزدوج في اماكن محدده او اماكن معينه فيه. تمام، يبقى انا كده فهمت التي ار ان اي ده قصته ايه، وعرفت ان انا عندي مقابل قدون، وايه وظيفة مقابل الكودون او مضاد الكودون. يبقى الموقع ده بيساعدني على ان الحمض الاميني يدخل في مكانه طبعا لما تحصل التزوجات المؤقتة دي. هننقل لحتة تانية، هتكلم عن الشفرة بقى. ايه الشفرة؟ قلناها من دقايق بس انا عايز افهم الشفرة هتكون احادية ام ثنائية ام ثلاثية. تعال نشوف عندي كام نوع من الاحماض الامينية، 20
الاقي المناعه بترد عليا. انا عندي اتنين، بس انا بتكلم هنا عن الاحماض الامينيه التي تدخل في بناء البروتين. لكن كل اللي انت درسته في المنهج 20 حمض اميني يدخل في بناء البروتين، وفي اتنين غير بروتينيه بتوع المناعه. انا لما لقيت نفسي بقول عندي 20 نوع من الاحماض الامينيه، لقيت جاني صوت بيقول لي ايه، المناعه بترد عليكي بتقول لك عندك اتنين. بس الاتنين بتوع المناعه دي احماض غير بروتينيه، بينما اللي بعانيهم هنا ال 20 تدخل في بناء البروتين. يبقى انت عندك 20 حمض اميني، لازم لازم يكون عندك 20 شفره للاحماض الامينيه دي، يكون عندك 20 قدود بال 20 حمض. طيب هل من المتوقع ان يكون لكل نيوكليوتيده شفره؟ يعني مثلا اقول لك انا عندي قاعده الادينين دي بتمثل شفره فلان الفلاني، قاعده الجوانين الشفره الفلانيه، السيتوزين، اليوراسيل، طبعا انا بتكلم عن شفرات كودونات فما جبتش سيره التي. هل ده يكفي؟ لا. طب ما انت كده عارف ان انا عندي اربع نيوكليوتيدات بس، ما يكفوش طبعا. الاربعه دولت هيكونوا لي اربع احماض امينيه، لسه في 16 ما لهمش شفره. طيب يمكن تكون الشفره ثنائيه، بمعنى كل اتنين بيمثلوا لك الشفره، هل ده يكفي؟ برضه لا. 4 اس 2 ب 16، بعض الطلبه مش فاهمه يعني ايه 4 اس 2 ب 16. يعني لو انت عملت في جدول كده حطيت الاربع قواعد نيتروجينيه الاي والجي والسي واليو، وجدول تاني راسي اي والجي والسي واليو، وتعالى اعمل مربع شطرنج كده زي بتاع بوينت بتاعت الوراثه، وابدا اعمل تزاوج اي اي ادي كودون او شفره، اي سي ادي شفره ثانيه، اي جي شفره ثالثه، وهكذا. هتضرب الاربعه في الاربعه يطلع معاك 16. كفايه؟ لا. ليه؟ انا عندي 20 كده في اربع احماض امنيه ليست لهم شفرات. طب خليها اس 3، 4 اس 3، 64 يكفي ويفيد. وفعلا دي حقيقه، انا عندي 64 شفره احماض امينيه، عندي 64 كودون. بس خلي بالك ال 64 دولت شيل منهم الثلاثة الوقف، عشان اقول لك بقى كم عدد الشفرات المسؤولة عن بناء البروتين. ما تقوليش 64، 61. ليه؟ شلت الثلاثة الوقف اليو اي اي واليو اي جي واليو جي اي، هم دولت شفرات كودونات، لكن هم كودونات الايه؟ الوقف. ما يصحش ان انا اقول عليهم شفرات، خلينا اقول عليهم كودونات. طيب نشوف اسراء وبعدين نرجع تاني للشفرة بتاعتنا. اسراء، الو، ازيك يا اسراء؟ ازي حضرتك يا مس امل؟ ربنا يخليك يا حبيبتي. انت اخبارك ايه واخبار الاحياء معاكي ايه؟ الحمد لله كويس. بداتي تحلي ولا لسه بتخلصي في المنهج؟ لا انا معاكم. معانا. طب برافو عليكي يا اسراء. عندك اسئله حبيبتي؟ اتفضلي. اول سؤال بيقول لي اول ده انت داخله على طبعا يا اسراء، ده انت عندك كتير. لا مش قوي. اتفضلي. حدد مواقع الارتباط. حدد مواقع الارتباط بالانتيجين. بالانتيجين على الجسم المضاد. على مين؟ على الجسم المضاد. على الجسم المضاد. اي جي دي. اي اي جي دي. اي جي دي. تمام. نفتح قوس بقى. افتح قوس. تمام. الاي اي 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 الاي جي اي جي 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 جي. ها ال A T C A C C. تمام. وال A T C وال A T T T C. تمام. معلش في سؤال تاني. اتفضلي. بيقول لي فتر... انا هسمعك بعدين هتناقش معاكي. اتفضلي. بيقول لي فسر مع ذكر الاعراض. فسر مع ذكر الاعراض. عدم انتظام دورة الطمس. عدم انتظام دورة الطمس عند فتاة في سن العشرين. عند فتاة في سن العشرين. ها خلاص؟ تمام. طيب ماشي يا اسراء. طيب بصي يا اسراء خليكي معايا، انا عايز اتناقش معاكي. انت بتقولي حدد مواقع الارتباط بالانتيجين على الجسم المضاد الاي جي دي، ايا كان اي نوع من انواع الاكسال المضاده اي جي دي عندي موقعين ارتباط بالانتيجين. وموقعي الارتباط بالانتيجين يا اسراء، عشان السؤال ده طبعا ما فيهوش حاجه صح خالص، موقعي الارتباط او موقع ارتباط بالانتيجين دي بتكون عباره عن مواقع بروتينيه يا اسراء، انت معايا؟ تمام. طيب انت عارفه ان البروتين او جسم ده بروتين، وموقع الارتباط بالانتيجين هيختلف من جسم مضاد الى اخر على حسب اختلاف شكل الانتيجين اللي هيرتبط معاه، صح؟ تمام. طيب
انت عارفه ان هو بروتين، وانت جايبه لي قواعد. تمام. دي قواعد نيتروجينيه ما هيش بروتين. غلط. صح؟ انت جايبه لي اي 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 واي جي جي واي سي سي واي تي سي، احنا هنا بنتكلم عن قواعد نيتروجينيه، هو الجسم المضاد فيه قواعد نيتروجينيه؟ لا ما انا كنت بسال عشان كده والله. انت برافو عليكي اسراء، انت عشان كده انت استغربتي السؤال، ازاي جايب لي قواعد نيتروجينيه عايزنا اجيب له منها بروتين؟ ازاي يعني؟ يبقى السؤال ده اساسا صح؟ ده المشكله ان هو جاي في الازهر، سؤال في الازهر. ما معلش معلش. قد يكون هو سؤال فيه خطأ، معلش. يعني طبعاً. أكيد اللي وضع السؤال كان قصده حاجة تانية يعني، بس هو طبعًا ما وصلش المعلومة، لأن تركيب الجسم المضاد ده بروتينات، ده عبارة عن جلوبيونات مناعية. بروتين يحط لي فيه قواعد إزاي طبعًا؟ لا، الكلام طبعًا مش مناسب خالص. طيب، سؤالك التاني، أنت قلتي عدم انتظام دورة الطمس عند فتاة في سن العشرين. ممكن يكون ده معقول، برضه على فكرة ده سؤال أزهر برضه صح؟ بيبان. هقول لك حاجه يا اسراء، ممكن عدم انتظام دوره الطمس، طبعا هو سؤال مفتوح، ممكن يكون له اكتر من سبب. قد يكون عدم الانتظام ده لايه؟ استنتجي معايا. ان عدم انتظام افراز هرمون الاستروجين ممكن. صح، ممكن يكون في خلل في افراز استروجين وبروجسترون، وممكن يكون في خلل في الغده النخاميه. ما انا مش عارف السبب ايه، ما اصل عشان يحصل دوره الطمس يبقى انا عايزه اشرم الغده النخاميه، صح؟ الهرمونات المنبهه الاف اس اتش والال اتش، فقد يكون في خلل في السن او في البنت دي عند هرمونات الغده النخاميه، وقد يكون الخلل في انتظام برضه او في هرمونات الانوثه، مش واضحه، لكن اكيد الخلل نتيجه يا اما غده نخاميه وهرموناتها المنبهه للمناسل، يا اما ممكن يكون الخلل نتيجه نسبه هرموناتها في الدم مش مناسبه، فده اللي بيخلي ان الدوره عندها غير منتظمه. عندك احتماليات ثانيه؟ ممكن بس في سؤال، بس يعني هو بيلخبطني شويه. قول. بيقول لي تكتسب، اكتب وراكي. ها، جذور الخلايا الكولانسيميه. لا معلش الصوت قطع، قولي تاني. تكتسب جذور الخلايا الكولانسيميه. تكتسب جذور الخلايا الكولانسيميه والاسترولانسيميه. ايه الفرق بين الاثنين؟ صح. الصلابه. بس لسه. الصلابه اذا ترسب فيها، إذا ترسب فيها الكيوتين. كيوتين؟ تمام. السيوبرين. السيوبرين. والسيليكون. واللجنين. والسيليلوز. لا الإيه؟ السيليلوز. السيليلوز؟ ولا كل ما سبق. ولا كل ما سبق، تمام. طبعًا سيليلوز. طبعًا أنت اتلخبطتي إنه ما جابليش كلمة اللجنين. انا عارفه صلابه لجنين، هو ما جابهاش ليه؟ بس الكيوتين ما بيجدنيش صلابه، ده كيوتين الطبقه الشمعيه اللي بتمنع نفاذ الميه. والسيوبرين نفس الكلام، طبقه شمعيه او الطبقه اسفل، الطبقه الفلينيه اللي برضو بتنفع نفاذ الميه، لكن اكثرهم صحه سيلوز. بس يا سلام لو كان عندي اختيار رابع، سيلوز ولجنين، كنت اخترت الرابع. كنا اخترنا اللجنين يعني؟ لو كان جاب لي الاثنين مع بعض سيلوز ولجنين، كنت اخترت السيلوز واللجنين، لان اللجنين هو اللي بيعطي القوه والصلابه، سيلوز بيدعم، لكن الاكثر قوه دايما نقول ايه؟ جدار ملجنا. اصل السيلوز داخل في تكوين جميع الجدر، لكن لما اقول كلمه ملجنا انا فهمت ان هو ايه؟ اكثر صلابه. علشان كده انا قلت لك ايه؟ يا سلام لو كان في اختيار رابع سيلوز واللجنين كنت اخترت ده، بس اكثرهم صحه سيلوز، لان الكيوتين والسيوبرين دي مواد غير منفذه للميه، ملهاش علاقه بالصلابه، ومش موجوده في كل الخلايا. يبقى السيلوز اكثرهم صحه. تمام. عندك سؤال تاني اسراء؟ لا شكرا، ربنا يخليك. انت نورتينا. شكرا. الله يخليك يا حبيبتي. نرجع تاني ليه شفرتنا الوراثيه. كنا بنتكلم عن الشفره الوراثيه واتفقنا خلاص انها شفره ثلاثيه، وعرفت ان انا عندي 64 نيوكلو كودون اسفه او شفره، بس ب 61 شفره لبناء البروتين وفي 3 واقف. لو انا اعتبرت النيوكليوتات تمثل شفرات الاحماض الامنيه زي ما اتفقنا، يبقى انا عندي 4 زي ما اتفقنا. يبقى انا عندي 4 أس 2 خلاص ما ينفعش، وقلنا يبقى 4 أس 3 64 عشان يبقى للحمض الأميني أكتر من شفرة، وده الأكثر صحة طبعًا إن أنا عندي أكتر من شفرة. يبقى شفرات الحمض الأمينية عبارة عن 3 نيوكليوتيدات وهسميها كودون. يبقى شفرة الحمض الأميني هطلق عليها كودون، إذًا الشفرة الوراثية ثلاثية. اتفقنا؟ عندي كودون بدء الـ AUG، وعندي 3 وقف الـ UGA والـ UAA والـ UGA. الشفرة الوراثية
عامه او عالميه. ليه؟ سهله، نفس الكودوناس، نفس الشفرات، نفس الاحماض الامنيه في جميع انواع الكائنات الحيه، وده طبعا بيؤكد ان احنا كلنا من اسلاف واحده او من اسلاف مشتركه، بدءا من الاميبا لغايه ما اوصل لغايه الانسان. هبدا بقى اخلق البروتين. طيب تعال شوف معانا الفيديو الصغير ده، هيوضح لي حاجات كتيرة أنا عايزاها. طيب نشوف. طبعا هو هنا بدأ يشتغل على الـ TR الـ mRNA، طبعا ده المفروض الـ mRNA اللي تم نسخه من جينات خاصة. إيه اللي بيحصل ده؟ ده الريبوسوم بتحت وحدتيه، الوحدة الكبرى والوحدة الصغرى. شايف عندي موقعين، موقع البيبتيدايل بي ستايل بيبتيدايل وموقع الامينو ايسايل. ده التي ار ان اي في فوق الطرف اللي هيرتبط بالحمض الاميني، وفي الانتي يعني الايه المضاد او مضاد او مقابل الكودون. ورالك الام ار ان اي، شفنا الريبوسوم، شفنا التي ار ان اي. لاحظ بقى معايا كده ايه اللي بيحصل، عشان انا هترجم الكلام ده دلوقتي على الورق. الام ار ان اي نزل معايا، جت الوحده الصغرى عشان هي اللي بتترجم، ارتبطت اهو بحيث ان الكودون البدء الاعلى، وده الوضع الطبيعي للترجمه. ام مرتبط بالتي ار ان اي اللي بيحمل الميسونين، وبعد كده دخل عليه الوحده الكبرى، خلي بالك، بحيث ان الميسونين يصبح في موقع البيبتيدايل. اقرا الشفره اللي وراه 3 يو، يبقى هجيب اكيد بص التتابع او المضاد الكودون 3 ايه، واخدين بالكم من التزاوجات اللي بتحصل، وشايله حمض اميني اخر. لاحظ حصل ايه، تمت الرابطه البيبتيديه بين الحمضين الامينيين. جميل لغايه دلوقتي. سابنا او التي ار ان ايه هيسيبنا ويمشي، بدا الايه الريبوسوم يتحرك بحيث يصبح التي ار ان ايه اللي بيحمل الحمضين في البيبتيدايل والامينو ايسايل فاضي. ليه؟ عشان يدخل معاك التي ار ان ايه رقم 3، حصل التزاوج يو جي جي، قمنا جايبين له اي سي سي. واخد بالك ايه اللي بيحصل؟ حصلت الرابطه البيبتيديه، ورقم 2 سابنا ومشى، بقى التي ار ان ايه رقم 3 شايل الثلاثه الاحماض الامينيه. اقرا اللي وراه. ده شكله غريب، ايه ده؟ ده مش تي ار ان ايه، ده عامل الاطلاق. لما وصل عامل الاطلاق، لما الامينو اوسايل بقى فاضي، لما جيت للكودون الوقف، دخل عندي عامل الاطلاق، فصل كل حاجه عن كل حاجه، فصل الام ار ان اي عن الريبوسوم عن التي ار ان اي، ترك لي فقط البروتين او السلسله البيبتيديه تسبح في السيتوبلازم. كده انا عملت عمليه الترجمه. طيب كان نفسي ارسمها ونوضح مع بعض، بس وقتي مش هيسمح. طب تعالى ناخدها كده نتكلم مع بعض، وبعدين الحلقه القادمه ممكن نبقى نعيد عليها تاني بسرعه. ايه اللي حصل؟ الام ار ان اي اتنسخ من جيناته على الدي ان اي او اللي في الدي ان اي، خرج من خلال الثقوب، نزل الام ار ان اي عندي في السيتوبلازم. اول حاجه هتحصل ايه؟ هتيجي الوحده الصغرى ترتبط بيه، هتمسك باول كودونين الايو جي واللي جنبه تتصل بيه وتبدا تقرا. قرات اول حاجه الايو جي، يجي مين؟ التي ار ان اي الذي يحمل الميسونين، اكيد مضاد الكودون عنده هيكون اسمه يو اي سي. محفوظه. بص في تتابعات كده لازم تبقى حافظها. اي يو جي كودون البدء، تي اي سي ده التتابع بتاعه اللي على الدي ان اي، اليو اي سي ده تتابعه او مضاد الكودون بتاعه اللي هيكون على التي ار ان اي. وللاسف كان نفسي اكمل التخليق، لكن دايما الوقت الحلو معاكم بيخلص بسرعه. افتكروا ان احنا واقفين عند الجزئيه الاخيره من التخليق، هنعيدها تاني الحلقه القادمه. قضينا معاكم وقت جميل، يا رب نكون استفدنا واستمتعنا مع بعض بحلقتنا، على وعد بالمزيد والمزيد من الحلقات، مجهزين لكم حاجات كتير، واستاذنا يكون معانا ان شاء الله الاستاذ حسن محرم الحلقه القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.